دولة الكويت أولت فئة المسنين كل الرعاية والاهتمام، بالإضافة إلى حفظ حقوقهم من خلال القوانين التي سنت بشأن الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، كما تم إدراج خطط تنموية لفئة كبار السن ضمن خطة عمل الحكومة، وتقدم الدولة نظم هذه الرعاية أغلبها عن طريق وزارة الشؤون في عدة أمور مختلفة كانت آخرها بطاقة أولوية. نوعين من البطاقات، بطاقة اللي هي البطاقة العادية لأي كبير سن كويتي بلغ عمر 65 سنة، تتيح له هذه البطاقة الأولوية في تخليص معاملاته في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. بالنسبة لبطاقة الثانية، بطاقة أولوية للمسن المعوز، تتيح له طبعا الخدمات الموجودة في القانون والمميزات، منها إعفاء من الرسوم الخاصة بالمؤسسات الحكومية، وكذلك إعفاء من استيراد بعض الأجهزة أو مثلا سيارات الهيدروليك أو بعض الكراسي اللي يحتاجها من خارج الكويت. هذه الخدمة لا تقتصر فقط على وزارة الشؤون، بل تسعى الدولة بأكملها إلى تطبيق كافة الإمكانيات وسبل الراحة لكبير السن. على سبيل المثال، إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة التي تنقل كبير السن إلى مواعيده الطبية مجاناً. عملية التوصيل من المستشفى إلى المنزل، لأن أكثر الحالات المسنة محتاجة إلى مواعيد مع مراجعات مع الأطباء المعنيين، إن كان أطباء العيون إن كان أطباء الباطنية، كذلك الجراحة، حيث أنها تطلع على سيارة الأسعاف تأخذ المريض أو المصاب نفسه ويتم مراجعته وتحويله، بحيث أنه إذا خلص من عيادته أو مشاهدة الطبيب نفسه فنقوم الرجعة مرة ثانية إلى البيت. أما بطاقة عافية اثنين فكان لها نصيب أكبر لخدمة المسن عن طريق إضافة خدمات طبية جديدة. في عافية اثنين تم إدخال منافع صحية جديدة ومتميزة، وأذكر منها على سبيل المثال تم التوسع في أمراض الشيخوخة، بحيث أصبحت تشمل أمراض خشونة المفاصل سواء العلاج الطبي أو سواء العلاج الجراحي بتبديل المفاصل بمفاصل صناعية، حالات هشاشة العظام والكسور الناتجة عنها، حالات سلس البول، حالات هبوط الرحم والمثانة، كما تم تغطية استئصال الجراحي للأورام سواء كانت الأورام الحميدة أو الخبيثة. خدمات لا تحصى ولا تعد لرعاية كبار السن، منها الرعاية المتنقلة التي تعتبر خطوة إيجابية ضمن سلسلة خطوات اتخذتها الدولة للتشجيع على تواجد كبار السن وسط أسرهم بدلا من الرعاية الإيوائية. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.